على وقع أصوات العملية الانتخابية التي انطلقت محركاتها في نحو 50 دولة، أسدل الستار على اقتراع المغتربين في الخارج. الخارجية اللبنانية أكدت أن نسبة الإقبال على التصويت بين المغتربين اقتربت من 60% في حصيلة غير نهائية. سنوات من الاغتيالات والحرب إلى جانب الانفجار المدمر والانهيار الاقتصادي لم تقلل من الحماس الشعبي التي أشعلته تظاهرات ضد السلطة قبل 3 أعوام، إضافة إلى ترشح عدد كبير من المعارضين الذين صنعوا الثورة سعياً إلى تغيير سياسي يدركون سلفاً صعوبته. كيف قضينا أشهر وأيام وأسابيع عم نتظاهر بالطرقات، اليوم كمان علينا مسؤولية كلنا كناس انتفضت على هذا النظام، إنه مثل ما انتفضنا بالشارع كمان فينا ننتفض بصناديق الاقتراع. أيام قليلة فقط تفصل هذا البلد عن التصويت الداخلي المقرر منتصف الشهر الحالي، لربما يشهد تحولا في السلطة حسب رغبة البعض، لكن آخرين لا يبدون تفاؤلا ويرون المشهد السياسي قاتما ويصرون على مقاطعة الانتخابات. عم تسأليني إذا بدي انتخب ولا مين بدي انتخب؟ بقلك بصراحة مش راح انتخب حدا. الأبرز من تلك التأثيرات التراجع الذي أصاب الساحة السنية، لا سيما بعد إعلان الممثل الأساسي للطائفة وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري تعليق عمله السياسي وعدم خوضه الانتخابات، مبررا خياره بانعدام أي فرصة إيجابية لبلاده في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي وحالة الانقسام، ما زاد من اهتزاز خيارات الناخب السني إلى حد بات يهدد انقسام الكتلة السنية بين تأييد موقف الحريري الداعي للمقاطعة وموقف قيادات أخرى تحذر من هذا الخيار. انسحاب سعد الحريري أثر كتير على الشارع السني وعلى أجواء الانتخابات، يعني على القليل بالثلاث مدن الكبيرة الصيدا وبيروت وطرابلس اللي هن فيهم أغلبية سنية، في لحد هلأ في نوع من الاعتكاف عن المشاركة والاعتكاف حتى عن إذا بدك تحركات. تطور من شأنه أن يشكل صدمة لحلفاء الحريري وخصومه على حد سواء، إذ أدى قراره إلى خلط أوراق الانتخابات وتحالفاتها، خاصة مع دعوة رموز سنية أخرى إلى مشاركة مكثفة. وما بين خياري المشاركة والمقاطعة تبرز مخاوف من تسارع نخب سياسية على إعادة تدوير نظام عنوانه المحاصصة الطائفية. صابرين عقاب، تي آر تي عربي.